لحكمك في فجر الأحد قمت صافرا منتصرا، قمت لتعلن أن الحياة أبقى من الموت والحب أسمى من الكراهية والغفران أقوى من الانتقام والنور لا بد أن ينتصر على الظلام والحق أحق من الطغيان. نشكرك يا رب، نشكرك لأنك قمت ظافرا منتصرا. وكيف لا، كيف لا يقوم خالق الأكوان، كيف لا يقوم رب الأنام وواهب الحياة، كيف لا يقوم من أمر الموتى بالقيام. لذا كيف لا نسبحك اليوم ونشدو من أعماقنا المسيح قام، بالحقيقة قام. نصلي أن تعطينا أن نعيش الحياة المقامة المنتصرة من قبور خطايانا وآثامنا، ونحيا لمجدك وامتداد ملكك. نشكرك من أجل حفلنا هذا والذي نصلي أن تباركه من ألفه إلى ياه، ونصلي أن تبارك في حضورنا أمامك، وهذا امتياز ما بعده امتياز أن تسمح لنا أن نتحدث معك، وسام على صدورنا أن نتحدث إلى إلهنا.